مستمعينا، تهدف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى جعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك عن طريق تعزيز وتسهيل وتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية محليا من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية اللي تعتمد على 3 ركائز، هي الإجراءات التنظيمية، سلسلة القيمة التجارية أو القيمة للتجارة الإلكترونية، والوعي العام والثقة. سرد الضوء في هذا الصباح على بعض المبادرات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حسين البوسطة، رئيس قسم الابتكار في التجارة الإلكترونية بإدارة نظم المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. نحييكم، صباح عليك بالخير أستاذ حسين. صبحت الله بالنور. يا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ حسين. بداية بودنا أن نتحدث بصورة عامة عن مبادرة المجمع الإلكتروني. اي نعم، بخصوص مبادرة المجمع الإلكتروني اللي هي mall.bh، هي أحد المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية واللي تم تدشينها خلال ربع ثاني لسنة 2020. mall.bh يتيح للمتاجر المنصات الإلكترونية المرخصة بالتسجيل بشكل مجاني، مما يساهم في زيادة انتشار المتاجر والمنصات الإلكترونية المحلية. نعم. وتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية المحلية، إضافة إلى مساندة الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحويل ممارسة التجارية الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية. هذا بالإضافة أن يعرف المواطنين والمقيمين على أحدث المتاجر الإلكترونية والأسواق الإلكترونية اللي تمارس التجارة الإلكترونية محليا. جميل، يعني هذه المبادرة فلنقل يعني راح تكون ضمن موقع إلكتروني أو يعني ضمن تطبيق إلكتروني يعني تصممونه أستاذ حسين؟ إيه، تم تدشينها بالفعل في سنة 2020، ويقدر يعني الجميع يقدر يزورون موقع mall.bh علشان يشوفون المتاجر والأسواق الإلكترونية اللي تم تسجيلها بالفعل. هذا بالإضافة أن التسجيل لحد الحين مفتوح يعني حق جميع الشركات والمؤسسات التجارية التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية في حال اجتيازها للشروط. نعم، جميل. أستاذ حسين، ننتقل لمبادرة أخرى أيضا، هي مبادرة إدراج نشاط البيع عن طريق الإنترنت عبر سجلي، ياريت تطلعنا على تفاصيلها. نعم، بعد تعد مبادرة إدراج نشاط البيع عن طريق الإنترنت ضمن برنامج سجلي، واحدة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية التجارة الإلكترونية واللي بعد تم إطلاقها في الربع الأول من سنة 2021. نعم، وهي من أهم المبادرات لأنها تتيح فرصة الحصول على ترخيص نشاط البيع عن طريق الإنترنت للبحرينيين الراغبين بممارسة التجارة الإلكترونية دون الحاجة لتسجيل المنشأ على عنوان مكتب أو مقر، وبالتالي أعطاهم الصفة القانونية وإمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري، وتسهيل دخولهم للأسواق سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية. وبالتالي بتحصل على نشاط البيع عن طريق الإنترنت، وتكون تقدر تدير مؤسستك أو سجلك الصغير وتتجه للعالمين. نعم، جميل. جميل جدا أستاذ حسين. ويعني هل هناك أيضا أفكار مستقبلية تطمحون لتنفيذها عبر قسم الابتكار في التجارة الإلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة؟ يمكن المستمعين يتعرفون عليها لأول مرة ويترقبون إلى يعني تنفيذها على أرض الواقع. بالطبع، يعني عملية التطوير في مجال التجارة الإلكترونية مثل ما تشوفون يعني أحن في الجميع قاعد يحاول حق التجارة الإلكترونية، فعملية التطور ما بتوقف عندنا اليوم. وبالنسبة حق يعني المبادرات الجديدة اللي قاعد نشتغل عليها اوريدي، احنا يعني واحدة من أحدث المبادرات اللي احنا بعد سويناها كانت مؤتمر التجارة الإلكترونية اللي سويناه في الربع الرابع من 2021، واللي استطاع أن يحقق الهدف المرجو منه، وهو تكوين حلقة وصل ما بين رواد الأعمال وأصحاب الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة. نعم. وجميع المتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية. وإحنا بالتالي من خلال يعني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائما نواكب التطورات اللي قاعده تصير في مجال التجاره الالكترونيه، ونسهل وننظم عمليه التجاره الالكترونيه محليا. نعم.
أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ولجهودكم السداد بإذن الله تعالى. الأستاذ حسين البوسطة رئيس قسم الابتكار في التجارة الإلكترونية بإدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كل التوفيق لك وشكرا على تواجدك معنا عبر صباح الخير يا بحرين. مشكورين على الاستضافة، ما قصرتوا. حياك الله.